السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شخباركم؟ بعدنا بشابتر الكارديو فازكولار سيستم، الجهاز القلبي. اليوم محاضرتنا تحكي عن الليبيد ريجوليتنج دراج، الأدوية اللي تنظم الشحوم أو الدهون. ليبيد ريجوليتد دراج، هاي شنو الأدوية شو تسوي؟ Lipid regulated drug are used to modify blood lipid concentration in the نكمل هسه. يعني هاي الأدوية تعالج لنا أو تعدل لنا تركيز الشحوم أو الدهون في الدم، تمام؟ فإذا بمن تفيدنا؟ في الديسليبيديميا، يعني خلل راح يكون بتوازن الشحوم عندنا، وبعد reduction of cardiovascular risk، وكذلك تقللنا خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية. نعيد يابا، أدوية المنظمة للدهون هي أدوية تعدل لنا تركيز أو مستوى الدهن دهون في الدم، تعالج لنا الديسليبيديميا وتقلل لنا خطر الإصابة بأمراض القلبية والوعائية. منو هاي المجاميع؟ خلينا نجي احنا نركز على اول مجموعتين اللي هن الاستاتين والفايبرات. الاستاتين كلها منتهيات فاستاتين، مثلا اتروفاستاتين، فلوفاستاتين، برافاستاتين، روزيفاستاتين، وانسيمافاستاتين. اما الفيبرات اللي هن بيزا فيبرات، سيبرو فيبرات، فينو فيبرات، انجيمفرازول، تمام؟ أما ذني أقل استخداماً، تمام؟ وكذلك أركز على الأذر اللي هي الأوميغا 3، إحنا لازم نشرحها، وخاصة هي أكثر شيوعاً بالآونة الأخيرة استخدامها صار كلش هواي، تمام؟ نبلش بأول مجموعة اللي هنا الستاتين أمات الفاستاتين. هاي شو تسوي؟ الستاتين إنهبش، عفوا لي هذا الاسم، تثبط هيمج كوأي ريدوكتيز، تنظم إنزيم الهومج كوأي. إذا ثبطت إيش راح يسوي؟ اللي هو هذا يحول الهومج كوأي إلى الميفالانوات، وهي الريت ليميت ستيب إن كوليسترول بايوسينثيسس. شوية خلينا نحكي هنا أنا. يابا عندنا هومج كوأي بواسطة هومج كوأي ريدوكتيز يختزل، راح يحول لنا المن الى الميفالانوات، تمام؟ وهاي الخطوه تصنع بها الكوليسترول. هاي الادويه تجي تثبط هومج كو اي ريدوكتيز، وبالتالي ما راح يتحول هومج كو اي الى الميفالوات، وما راح يتكون لي الكوليسترول. وضحت؟ اعتقد ان شاء الله واضحه، اذا ما واضحه حاولوا تعيدوها اكثر من مره، تمام؟ طبعا هاي الادويه الستاتين بها اكثر سايد افكت. اهم سايد افكت شائعات عندنا هي المسل توكسيسيتي، سميه بالعضلات في كل الاستاتين وخاصه بالهاي دوز. شلون راح يصير عندنا الم بالعضلات؟ تندرنس، خدر، ويكنس، ضعف. كذلك ايضا لازم احنا نقيس انزيمات الكبد من 3 الى 12 شهر من بدايه العلاج. ليش؟ لأن راح ترفع لنا انزيمات الكبد وممكن تسوي لنا هيباتوتوكسيسيتي، سميه بالكبد. بعد ما ناخذ جرافود تشوز، تمام؟ ما ناخذ وياها هذا العصير مال الجرافود. ليش؟ لانه هذا راح يثبط تحويل الاستاتين، وبالتالي راح يصير عندنا الاستاتين كلش عاليه، تمام؟ خاصه ويا لوفاستاتين، سيمفاستاتين، اتروفاستاتين، تمام؟ شنو مشاكلها؟ بالعضلات سميه، بعد بالكبد سمية، بعد ما اخذها ويا عصير الجرافود. هي الاتروفاستاتين، هذا الروفاستاتين، الكوليسترول، الكريسترول كلش مشهور ابو الخمسة وبالعشرة وبالعشرين وبالاربعين، وهذا الاتروفاستاتين ليبتور اسمه التجاري. نجي الى المجموعة الثانية اللي هي الفايبرات. الفايبرات شو تسوي؟ Fibrate are mainly used in treatment hypertriglyceridemia، يعني تعالج لنا ارتفاع الجليسرايد، تريجليسرايد، تمام؟ هنا كلهن منتهي بكلمة فايبرات، مثلا بيزا فايبرات أو فينو فايبرات تنوخذ بعد الأكل، أما الجيب فايبرات تتخذ من 30 إلى 60 دقيقة قبل الأكل. حفظوها، جيمي أم الجيم
قبل الأكل ما تريد أكل. جيم يعني هذا يريد رياضة ما يريد أكل. أما البيزا والفينو لا هذا بعد الأكل. هذا نسيمة فستاتين تابع المجموعة اللي قبلها. هذه الجيم برازول وهذا جيم برازول لبويد اسمه التجاري. أخير شيء لازم نتطرق له ولازم ما نعوفه إحنا اللي هو الأوميغا 3 اللي هو فيش أويل سبلمنت سبلميشن، يعني شنو زيت السمك. تمام، هذا يقلل لنا الترايغليسرايد التي جي بنسبة من 26 إلى 45% بالنسبة إلى 50%، يعني هذا شيء حلو يعالج لنا الهايبوترايغليسرامايد وبعد يمنع لنا بريفنتيشن المايوكارد انفراكشن اللي اصابه بثلاث اشهر. يعني شنو يمنع لنا خطر الاصابه باحتشاء القلب اللي انصابه خلال ثلاث اشهر السابقه، يعني فينا كوقايه ويقلل لنا الدهون. المحاضره جدا سهله بس نحفظ اسماء الادويه ونتطرق لهن اكثر ونعرف السايد افكت، لان السايد افكت ممكن تجي للصيدليه شخص يقول عضلاتي، فاحنا ناخذ من الهستري مالته انه ممكن ياخذ ادويه الاستاتين. تمام، اتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا.